ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وصف وزير الصحة خالد أيت الطالب يوم أمس الأحد 6 شتنبر الوضع الوبائي في مدينة الدار البيضاء بالمحرج. وقال أيت الطالب في تصريح له للقناة الثانية أن التدابير التي أعلنت عنها الحكومة هدفها تطويق الوضع الوبائي وتنكب على تقليص حركية ساكنة المدينة للتغلب على الفيروس خلال الأيام القادمة. وأشار الوزير إلى أن تطور الحالة الوبائية في المغرب في منحى تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفا أنه لأول مرة في المغرب يتجاوز عتبة 2243 حالة إصابة، وهو رقم مفزع يدعو لجنة اليقظة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات. وشدد الوزير على أن الدار البيضاء اليوم تخلق استثناء في عدد الإصابات الجديدة والحالات الحرجة، مؤكدا أن 42% من الإصابات و45% من الحالات الحرجة ينتمون إلى الدار البيضاء. رغم تباين الحالة الوبائية بين المدن، بالتالي كان من الضروري من حل استثنائي عبر إجراءات وتدابير جد مهمة وصارمة بهدف تدارك الموقف في هذا الوقت قبل الخروج على السيطرة. فلأول مرة المغرب كيفوت العتبة ديال 2234 حالة، و 2234 حالة هو رقم كيخلعنا حنايا وكيخلي ولا بد اللجنة ديال اليقظة أنها تقوم بإجراءات وتدابير. فإلا بغينا نقيموا هاد 2243 حالة ونعطيو التحليل ديالو، كنلقاو بأن 42% ديال هاد 2202 حالة كتنتمي إلى مدينة الدار البيضاء. حقيقة كاين تفاوت وتباين بين المدن، ولكن اليوم الدار البيضاء كتخلق واحد الاستثناء، لأن استثناء في عدد الإصابات أولا، ثانيا أن الحالات الحرجة اللي هي 201 حالة حرجة تقريبا كذلك هي 45% منها تابعة لمدينة الدار البيضاء، فهذا كذلك رقم مخيف واللي خصنا ناخذه بعين الاعتبار. كذلك واحد الرقم اخر، لان 50% ديال الحالات اللي هما مصابين عندهم الاعراض، والنسبه ديال 50% اخرى بدون اعراض. في الوقت اللي كان المغرب عرف 98% ديال الحالات بدون اعراض، اذا هاد الحالات اللي عندهم اعراض غيبقاو غاديين وكيتزايدوا وكيتكاثروا حتى يفوتوا النسبه المئويه ديالهم. الحالات اللي عندها ما عندهاش الاعراض، وهذا كيشكل اشكال كبير بالنسبه للمنظومه الصحيه اللي كتعرف واحد الاكراه اليوم الاطر الطبيه والشبه الطبيه والتقنيه اللي كتخدم في المنظومه راه اليوم مشكوره، ولكن راه تهلكات عند الاسره شبه مملوءه. فهذا غادي يقدر ينعكس سلبيا على المنظومه الصحيه، وكذلك حتى على الطريقه ديال التكفل بالمرضى. اذا الدار البيضاء اللي تعاملنا معها بواحد الحذر وتعاملنا معها بواحد الملائمه والمواكبه، لا ما كانتش كتشكل سيتنا حنا، يعني ربما الحاله ديالها كانت كترتفع، ولكن عطيناها جميع الحلول وجميع الاجراءات باش نحاول نواكبوها ونقلصوا، ولكن بدون جدوى. ولهذا غادي يكون كذلك اليوم حل استثنائي اللي ضروري من اجراءات وتدابير اللي هي تكون جد مهمه وجد صارمه باش يمكن نتداركوا الموقف في هذا الوقت هذا، والا تقدر تخرج من السيطره. هذه الاجراءات اللي كلها كتنكب في حاول تطويق انتشار الفيروس في مدينه الدار البيضاء، واللي كتشكل اصلا، والتدابير كلها غادي تعرفوها في البلاغ ديال الحكومه، واللي كلها كتدور حول تقليص من الحركيه ديال الساكنه ديال الدار البيضاء باش يمكن نتغلبوا عليه في الايام المقبله. نشكركم على حسن المتابعه. قناه ماروك اخبار يومي.